السلام عليكم. كلمني واحد متتبع قال لي من فضلك لماذا تجعلون مسامير التثبيت في الرافعة تاع العوارض المنظارية؟ يوجد مثال تجعلوا مثلا تخرج العارضة 100%، تجعلوا هنا في النهاية، وإذا مثال جعلته في الوسط كذلك تجعلوا هذا تجعلوا هنا، وإذا دخلت العارضة كاع صفر تجعلوا كذلك هنا. يوجد واحد الرافعات فيهم عارضتين منظاريتين كما الصاني كما ليبر قديمة كما ليبر من 200 طن فما فوق، تجد مثال عارضة منظارية ومن بعد ذلك تخرج عارضة منظارية، والله مثال إكسي أم جي. مهم كل الرافعات الكبيرة ولا الرافعات القديمة كلهم فيهم عارضتين منظاريتين. هو سؤال جيد، احنا تقريبا نتهاونوا على هذا الأمر، نتهاونوا عليه، أنا واحد من الناس نتهاون عليه، ما نجعلش هذا المسمار التثبيت. عنده كم من ميزة، هو مدامه مصنع مدامه المصنع جعل مسامير التثبيت لم يجعلهم باطل، عندهم عمل، متأكد باللي عندهم عمل. نقول لكم أول عمل تاعهم، لأن هنا خراطيم هذو الزيت الهيدروليكية مع مرور الوقت، أول شيء مثال راك تمشي في الطريق تجد العارضة خرجت، تجد أنت تمشي في الطريق تجدها عارضة خرجت مثال ولا نزل للرجل، هذه واحدة، هذه كما نقولوا خطأ بسيط ما لا يجعل أي شيء للرافعة، ما يهمش قادرة مثال تعاود تدخل العارضة ما يحدث أي شيء. توجد واحد الأماكن توجد واحد الأماكن دعم في العوارض هنا من الداخل، هنا توجد واحد توجد، خلينا نشوفوا هنا كاين ولا ما كاينش. أماكن دعم، هذوك الأماكن الدعم يدعموا الرافعة، يدعموا الرافعة في تجعل مسمار التثبيت. في الرافعات الصغار تستطيع تستغني عليها، تستغني عليها مثال رافعة 30 طن 40 طن تستطيع تستغني عليها. وكذلك واش يجعلوا هذا في الرافعات الصغار، لماذا يجعلوا هذا العوارض هذا المسامير التثبيت تاع مسامير التثبيت العوارض المنظارية؟ قل لكم لماذا، معلومة كثير الناس يعرفوك ويوجد من لا يعرفها. ياه نقولوا مثال تشوف هذه راها مرفق، هذا احنا نقولوا فينا تاع هذا التلسكوب المنظاري، قدر الله نقولوا احنا الرافعة راك كنت منزل هذا الارجل شوي وكنت تسير وارادت ان تسقط، اذا كانت مسمار تثبيت هنا ممكن جعل مسمار تثبيت، قوة والله وزن الرافعة يحتم على هذه تدخل. لو لاحظت كثير من الرافعات ساقطة تجد هذا الرجل داخل، راه قوة تاع الضغط تاع الوزن يخلي هذه الفيرا تدخل، هذه العارضة خليها تدخل، تخيل مثال راه وقفت هاك الضغط تاعها يخليها تدخل هذه العارضة وتدخل هذه العارضة وتسقط. لكن إذا جعلت هذا المسمار ما تدخلش، ممكن تلتوي لكن ما تدخلش، فهمتوا؟ هذه واحدة. احنا على نتهاونوا عليهم بأغلبية الوقت، مثال تسير هنا من فوق، تسير من فوق ما تحتاج انك تجعل هذا المسمار، معناتها كل مرة تولي تنزل تنحهم نتهاونوا عليهم. توجد في رافعة ليبر ورافعات هذو اللي فيهم عارضتين منظاريتين، يوجد واحد مكان تاع دعم مثل هذا، شوف في حوالي مثل هذا، مثال راك خرجت العارضة المنظارية وتوقفت هنا وخرجت الثانية، لو تلاحظ هنا مثال هذه الوحدة وهذه في وسطها وحدة، لو تلاحظ هنا الداخل تجد واحد القطعة تاع حديد هنا تشبه هذه، معناتها كي تخرج العارضة المنظارية الثانية هذه تسقط، العارضة الأولى تسقط فوق الثانية، وكأنها مكان تاع دعم، تجد واحد من هذه الجهة وواحد من هذه الجهة، في 50% تجده في النصف، وفي 100% كذلك تجده في النهاية تاعو. لماذا يقول لك دائما لازم تخرج العارضة المنظارية تخرجها 100%؟ لأن كاين واحد مكان تاع دعم، مثال هذه راه خارجات توقف عليها هاك، توقف ذاك المكان تاع الدعم يسقط فوق أخوه، فهمتوا؟ يسقط بهذا الشيء، نقولوا مثال هذا هو المكان تاع الدعم وراه الخارج وخارج العارضة المنظارية، تخيل هذه العارضة مثال هذه العارضة الصغيرة وهذه الكبيرة، الاثنين خارجين مع بعض، هذه كي تخرج وتنتهي حتى الحافة تاعها في واحد مكان تاع دعم هنا في الأسفل، تسقط تولي هذه مع هذه تحتها تمام، تشبه هذه واحد تاع دعم صغيره،
تخيل هاي وين، هاي نعطيكم مثال باش تفهموا جيدا. هاك في هذه، تخيل هذه راه مثال خرجتها 100%، وهذه العارضة الأولى، هذه مكان الدعم في العارضة الأولى، وهذا مكان الدعم في العارضة الثانية راه خارج. كي تخرج لمكان العارضة الثانية تسقط هذه فوق هذه، كاين وقيلة حوالي 15 سنتيم ولا تسقط فوق. لماذا دائما نقول لك خرجها تماما؟ كي تخرجها كامل ودير المسمار هذا الدعم تاع العارض، هذو راهم أجهزة، هذو راهم حساسات. نعطيك في مثال فقط، هذه تاع العارضة الأولى تسقط فوق العارضة الثانية، تسقط تماما مثل هذه وكأنها مكان تاع دعم، ما تاع مسمار تثبيت يسقط فوقها، فهمتوا؟ في النصف وفي 100%، في النصف كذلك تلاحظها، وفي 100%. كثير من الرافعات انا لاحظتهم يتقطع لهم هذه، تقطع لهم هذه القطعة تاع الحديد لانها ما سقطتش فوق المكان تاع الدعم. ان شاء الله راكم راني جاوبت على هذا السؤال، وممكن كاين اشياء اخرى انا ما نعرفهاش. ممكن المتتابعين راهم يسمعوا في الفيديو وعندهم خبره اكثر مني يقولون على هذه العوارض المنظريه، لماذا يجعلوا لهم المسامير التثبيت. والسلام عليكم ورحمه الله.